رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي أننا من أباة الأسود، أسعد العالم وأضاء الوجود، أسعد العالم وأضاء الوجود. رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعل نقتدي بالرسول. يا شباب الهدى، زمجروا كالرعود، حرروا المسجد من طغاة اليهود، حرروا المسجد من طغاة اليهود. رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعل نقتدي بالرسول. رددي يا جبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقتنا مع حالة جديدة، حابين ان احنا نسمع منها كان ايه شكواها ووصلت لحد فين بعد جلسة الريفلكسولوجي والكيروبراكتيك. نتعرف بحضرتك. سعيد فروع عفيف. كنت بتشتكي بايه؟ قبل حضرتك ما نعمل الجلسة كان شكاوى كتيرة، كان جسمي فيه كسل وألم وحاجات كتير كده، يعني مش عارف معناها ايه. بعد الجلسه دولي بقى الموضوع اتغير خالص، حاسس ان انا رجعت شباب يعني. وانت لسه شباب وفاروق. لا زمان يعني في نشاط وفي حيويه، ونتمنى ان نكرر الجلسه دي معاك مره واثنين وثلاثه كمان يعني ان شاء الله يعني. طيب تنصح اللي حاسس بكسل وحاسس بارهاق تنصحه بايه؟ على طول يجي لحضرتك يعني في اقرب وقت او اسرع فرصه يعني. حاسس براحة بعد الجلسة؟ حاسس براحة يعني، وفي نشاط كويس كده حلو يعني ملحوظ يعني، ما حسيتش بيه قبل كده يعني، غير مثلا من 20 سنة يعني. الحمد لله. الحمد لله. شوف روي، نورتنا وتشرفنا بوجودك. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. الله يكرمك يا ابو فاروق. واحنا من غيرك كل حاجة حقيقة. الله يكرمك، أنت يعني كلك بركة. وألف شكر. الله يكرمك حبيبي. ألف شكر. شكرا بس شكرا. اضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب. وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو ننزله. ولو المحتوى اللي احنا بنقدمه عجبك اضغط لايك وشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. وشكرا لوقت حضرتك.